طبعا مفيش بنت بتحلم ان شعرها يبقى تقيل وكثيف ويبقاش في اي تساقط ويبقى بيطول شكله حلو وشكله هيلثي. وسواء بقى انت متجوزة متطلقة بنت عروسة اي واحدة، اعتقد شعر المرأة من اكتر الحاجات اللي بتحب تهتم بيها. وانا بصراحة مش كتير بحب اعمل حلقات عن الشعر والحاجات دي، بس بحب اجيب لكم زي ما بيقولوا الخلاصة، وهقول لكم حقيقي النهاردة على اسرار جديدة هتغير شعرك جدا. خلال اقل من شهر هتشوفي فرق ان يطلع لك حاجة اسمها بيبي هير، يعني الشعر صغير. كثافة الشعر هتختلف بعد 3 شهور اعتقد، قبل وبعد هتلاقي شعر جدا مختلف. لو انت مش مشتركة معايا في القناة ياريت تشتركي وتفعلي زر الجرس، ويلا بينا هقول لكم اسرار. طبعا زي ما قلت في المقدمة الشعر جدا مهم، وتساقط الشعر من اكتر المشاكل اللي بتخلي اي واحدة حقيقي متضايقة نفسيا، نفس منزعجة مش عارفة تعمل ايه وحاسة بتقصير ناحية نفسها. وعايزة اقول لكم معلومة مهمة جدا، طبعا انا معاكم ان في جزء من الشعر بيبقى وراثة، ان هي نوع شعرك اصلا كثيف او طويل، في نوع منه بتبقى اوريدي جينات بعد كده في بالك، ان ممكن تكون انا عندي شوية حاجات بسيطة بعتني بيها ده يخلي جمالي اضعاف من ان انا ممكن اكون يعني زي ما بيقولوا ايه جيفتد، يعني ان انا شخصية اصلا جيناتي او شكل الطبيعي حلو بس مش بعتني بجمالي ومش بعتني بانوثتي. لا، الجمال بيدبل، الجمال زي الوردة بيحتاج انك تحطيه في مكان صح، تديله غذاء، تأكليه تشربيه. فدي مبدأ حطيه في بالك كده، اي واحدة عشان تبقى حلوة لازم تعتني جدا بجمالها. فانا النهاردة بقى هقولك ازاي تعتني بشعرك بالذات من ناحية التساقط بحيث ان شاء الله يتقل، وشوفي الحلقة الاخيرة لان اخر تريك او اخر حاجة هقولها لكم هي دي احدث شيء، واعتقد في كتير منكم ممكن ينصدم بالطريقة العجيبة اللي هقولها لكم، لان دي ممكن تكون اكتر واحدة فعالة بالذات بقى مع الناس اللي هقولهم على كل الحاجات التانية ومش هتظبط معاها. اول حاجة واهم حاجة انا لاحظتها فرقت جدا في تساقط الشعر عندي وقلل جدا التساقط، وهو استخدام شامبو للشعر الدهني. لو انت شعرك عندك مشكلة دهون زيادة جدا وعندك شعرك بيدي يعني زي افرازات، في نوع قشره بيبقى سميك كده احيانا، لو شعرك من النوعيه دي تاكدي ان ده سبب يعني كافي انك ممكن تفقدي شعرك كله، فلازم تعالجيه. وبالرغم مثلا انا اوريدي عامله بروتين معالج ما تاثرش، ان انا عامله نوع كويس وانا قلت عليه قبل كده، انا بعمله مع بيوتي سنتر اسمه تاج الحلا موجود في بشاك شهير في تركيا. بصراحة انا مشوفتش حد عنده بروتين زيها، لانه البروتين بتاعها معالج مش بيفرد، وبصراحة هو جدا فارق. غير كده انا مضمنش، فبغض النظر انت عايز تعملي اي نوع من انواع العلاجات او لا، ابعدي عن عين عن اي علاج بيفرد اكتر ما هو بيعالج، يعني لازم يكون بيعالج. مش متأكدة يبقى ما تعمليش، اوكي؟ مش متأكدة من الجودة يبقى ما تعمليش. بالرغم من كده اللي انا بقوله ايه بقى، انه حتى ده هما بيقولك ما ينفعش تستخدمي صابون فيه يعني سلفايدز وكده، بس احيانا للاسف لازم تستخدمي لو انت عندك اللي هي القشره السميكه وشعرك دهني جدا. تمام، طيب شعرك دهني جدا مضطره تستخدمي حاجه تكون فيها شويه تنظيف بقى زياده. انا بصراحه استخدمت 2 شامبو والاثنين كويسين وبقيت ابدل بينهم. الشامبو الاولاني اللي انتم ممكن تنصدموا منه هو هير اند شولدرز، انا حسيته ان هو شامبو جدا حلو، يعني فعلا هو اصلا قعدت اقول هو ايه اشهر شامبو في العالم، وعملت على جوجل. طبعا ده مش اعلان، يعني اكيد هير اند شولدرز مش منتظر ان انا اعمل له اعلان، فاكتشفت ان هير اند شولدرز اكتر شامبو في العالم متباع. بس انا ما بحطوش على شعري كتير، يعني انا بحط كميه قليله جدا، بخففها بميه وبغسل بيه شعري تقريبا مرتين في الاسبوع بس. المره الثالثه ده عشان انا عندي القشره السميكه دي بتجيلي في الشتاء بالذات، بستخدم اللي هو اسمه سالسن بلو، ده معروف قوي امريكا، حتى في تركيا موجود، بتكتبوا اسمه على كل المواقع. هو موجود طبعا كميديكال، هو اقوى شامبو للقشره بس ما يستخدمش كتير، يعني كفايه مره في الاسبوع، لانه هو فعلا بيشيل القشره قوي لانه فيه سينيوم سلفايد مركز. بس بتحطي حبة صغيرين وبزود عليها مية وبستخدمه مرة في الاسبوع او كل 10 ايام، لانه جدا تقيل، فعيبه بقى انه ممكن ينشف الشعر شوية، ممكن بيشيل تقريبا اللون حاجة زي كده، يعني لو عاملة صبغة حمرة مثلا انسيها. بس طبعا لو انت عندك القشرة السميكة دي
وشعرك دهني جدا، تاكدي ان ده يعني سبب كافي التساقط، فانت لازم تعالجيه. تمام، ده اول حاجه وفرقت معايا جدا. تاني حاجة وانا بغسل شعري بعمل مساجنج بالفرشة دي، دي فرشة بلاستيك موجودة في كل حتة، ممكن تشتروها من ماركات تانية، محلات موجود زيها في كل حتة. بعمل زي مساجنج كده، زي ما قلت انا بخفف الشامبو، بعمل زي تدليك لفروة الراس، جدا فرق معايا وقلل جدا التساقط وبدلك شعري زي ما قلت لكم، وببقى مخففة الشامبو من المية عشان يبقى داخل جوه فروة الراس، مش بس محطوط على الشعر، ليخش جوه فروه راسك. لما بتخففي الشامبو بيدخل جوه فروه راسك. والحاجه الثالثه اللي بعملها وفيد جدا فرقت معايا، اني بسرح شعري بمشاط خشب خفيفه جدا وبشكل هادي، بدون بقى عنف وبدون تسليك، بالراحه، وبعدها بنشفه بالسشوار او المجفف من بعيد. ما بسيبش شعري ابدا مكمكم. يعني ايه يعني ايه مكمكم؟ يعني بسيب الميه فيه فبتعمل بتعطل، يعني الميه ما بتجفش فبيعمل قشره تاني وبيعمل تساقط. بنشف شعري كويس جدا بالمجفف من بعيد، بتاكد ان فروه راسي ناشفه، وبعدين بلبس الحجاب او بخرج. عمري ما بخرج شعري مبلول، انت لو خرجتي شعرك مبلول انسي، شعرك هيقع. الحاجه السادسه ان انا بستخدم توك شعر، او اللي هي رفعات الشعر اللي هي بتبقى بشكل زي كليبس. تمام، مش بعمل شعري وبشيد وزنه لتحت، وزنك لتحت شعرك مش مرفوع او شعرك مش معمول بشكل كبشه، حتى لو مش عايز تاخدي الشكل ده اوكي، ممكن تعملي الكبشه دي لتحت، او اللي هي الاصابع اللي بتمسك الشعر دي خليها لتحت. المهم ان انت ابدا ما تستخدميش حاجه تشد شعرك وزن شعرك لتحت، جدا بتوقع الشعر. وبقص اطراف شعري مره في الشهر في الايام القمريه، لازم تقصي على الاقل نص سنتي من شعرك. جو بقى ان هو يبقى طويل وخفيف كل سنه وطيبه، هو ايه لازمته؟ في طول شعر كل واحد فينا بجينات، مهما يعمل اطول منه شعره هتقوم يقوم واقع. فانا خلاص تفهمت مثلا ان طول شعري عدد سنتيمترز معين، بعد ما بزيد مثلا 2 3 سنتي بيقع، فخلاص انا راضيه ان هو يبقى بالطول ده بس كثيف. فتفهمي النقطه دي، خلي شعرك قصته شيك حلو، ولا انه يبقى طويل وخفيف، يعني مش منطقي صح؟ فدي يعني تقبلي الموضوع، اعملي قصه جدا هتفرق معاكي. والنقطه اللي بعدها اللي في جدا فرقت معايا، ان انا بستخدم الفيتامين ده، وفي فيتامينات كتير مش لازم ده، بس ده يعتبر اشهر واحد اللي هو هير سكين اند نيلز من اي هيرب. هحط لكم طبعا كود خصم اي هيرب، سواء من اي هيرب او اي موقع تاني، بس اي هيرب عليه افضل اسعار. طيب هو ايه الفكره؟ البيوتين، ماده البيوتين او فيتامين البيوتين. فيتامين البيوتين ده بيحسن الشعر جدا. لو مش متوفر عندك ده، في 1000 فيتامين في بيوتين، خشي اصلا على اي هيرب، اختاري افضل يعني فيتامينات الشعر، شوفي ايه اكتر منتج متباع، نقي منهم بس كده. انت مش محتاجه غير ان الناس تكون جربته وقالت عليه حلو. اي فيتامين للشعر ما يكونش فيه هرمونات، ما يكونش فيه هرمونات. لو ما فيهوش هرمونات هيفيد شعرك ومش هيأثر على شعر جسمك. بس في بنات بتقولك انا خدت اي فيتامين شعر شعر جسمي زاد. ملحوظة بسيطة يا جماعة، انت شعر جسمك زاد من فيتامين الشعر، عشان اصلا الدورة الدموية لجسمك كلها زادت، يعني انت بقيت صحتك احسن، فالدورة الدموية زادت، فاي شعر في جسمك هيزيد، مش ملهوش علاقة بشعر راسك بس. تفهميني الفكرة؟ يعني ما واحد يبقى صحته كويسة، الدورة الدموية كلها بتروح لكل الجسم، فبطبيعة الحال احيانا شعر الجلد العادي بيزيد، مش عشان هو ليه علاقة، عشان هو اتغذى كويس. فهل الحل ان احنا نخلي شعرنا نبقى قرع عشان شعر جسمنا؟ شيلي شعر جسمك، يعني لو كلت كويس شعر جسمك هيزيد، لو انت اتغذيتي كويس شعر جسمك هيزيد، الا لو وزنك زاد فالاستروجين في جسمك زاد فشعر جسمك هيقل، يعني هي معادلة. تمام، فابدا مش الحل ان انا ما اتغذاش كويس عشان شعر جسمي ما يزيدش. اللي بيزود شعر الجسم فعلا بيبقى فيه هرمونز، اوكي؟ فلا ما تجيبيش دواء فيه هرمونات، يكون فيه بيوتين، او حتى احيانا بيبقى فيه بعض الاحماض اللي بتساعد في زياده الجسم، يعني في مثلا ده هيالورونيك اسيد. والحاجه السادسه اللي حقيقي حقيقي تقلت شعري يعني ما شاء الله وجلدي وحاجات كتير جدا، الكولاجين. حقيقي الكولاجين باودر اوكي اللي انا قلت لكم عليه قبل كده، اللي هو زي ده نوع مثلا كويس جدا على اي هيرب، او اي كولاجين تاني ممكن تاخديه البودره، بيبقى احلى، امتصاصه اسرع وافضل في هضمه، والشكل بتاعه بيمتص في الجسم. بس في ناس قالت لي ان هي مش قادره خالص تاخد الكولاجين بودره او شوتس اللي هو بيتشرب، خلاص هاتيه برشام او هاتيه يعني حبوب.
بس الكولاجين يا بنات حقيقي بيحسن الشعر، بينعمه بشكل عجيب وبيتقله بشكل عجيب. هاتوا كولاجين. الكولاجين من اكتر الحاجات اللي بتحسن كل حاجة انثوية، وقلت عنه حلقة كاملة انه سر الجمال، لانه دلوقتي الكولاجين الطبيعي في اكلنا بقى قليل. انت بتاكلي قد ايه لحمة، بتاكلي قد ايه دجاج، بتاكلي قد ايه بيض، بتاكلي قد ايه زبدة في اليوم، مهما تاكلي ما بتاكليش كتير. فانك تاخدي الكولاجين دلوقتي وتشربي مية كتير قوي، اوكي طبعا عشان انت لما بتاخدي ادوية وسبلمنتس وحاجات زي كده لازم تشربي مية كتير عشان الكلى، تمام؟ فجدا جدا جدا الكولاجين بيفرق مع الشعر. من ضمن الحاجات برضو اللي كثفت الشعر وبتقل الشعر جدا، اعملي تحليل للهيموجلوبين. لو لقيتي الهيموجلوبين عندك اقل من 11 كده خدي حديد. انا باخد الحديد بشكل شوتس، يعني باخده بشكل سائل بشربه. الحديد بشكل السائل بيبقى امتصاصه احسن بكتير، يعني ادوية الحديد. ولو تاخدي ادوية حديد حاولي معاها تشربي حاجات ملينة طبيعية زي اللي هو الشيح، الشاي اللي هو الطبيعي بتاع التخسيس ده، في انواع كتير في دول كتير وموجود برضو على اي هيرب، اللي هي الحاجات الملينة. مشكلة الحديد الوحيدة انه ممكن يخليكي شويه عندك امساك، بس ده لو بتاكلي كويس وبتاكلي فواكه مش هيخلي عندك. بس والله الحديد بيفرق جدا في الشعر. واخر تريك في تساقط الشعر، احدث تريك في العالم، احدث تريك في العالم دلوقتي لتساقط الشعر، واكنك بتعملي علاج لشعرك في البيت، انك بتعملي كورسات علاج في الشعر في البيت، ان انت تستخدمي الديرما بن، الديرما رولر سوري، الديرما رولر. ديرما بان طبعا بتتعمل في عيادات التجميل، لو تقدري تعملي ديرما بان وديرما رولر وبلازما لشعرك اعملي. اذا مش متوافر هاتي ديرما بان عادية خالص. دي ديرما بان انا كنت جايباها من موقع كجال هدية بصراحة من محل اسمه تي جي ماكس في امريكا. هي ماركة مجهولة يعني مش معروفة قوي، اسمها ديرما جلو، تمام؟ هما بينزلوا حاجات كتير. هي ديرما بان، ديرما رولر سوري. موجود بقى طبعا انواع كتير جدا من الديرما رولر. انت عادي هاتي اي نوع ديرما رولر، اوكي؟ هتعملي ايه لو عندك اي لسيون لتساقط الشعر، اللي هو يعني اي كريم او اي ماده لتساقط الشعر، هاتي اي اللي هي السيرمز الصغيره وحطيها على شعرك، تمام؟ وبعدها ابداي استخدمي الديرما رولر زي ما هوريكم دلوقتي. طبعا بصوا زي ما انتم شايفين دي مجموعه كامله اصلا للوجه، يعني انت مش هتجيبي ديرما رولر مخصوصه للشعر، هي عادي الديرما رولر اللي هي بتيجي للوجه عادي خالص، اوكي؟ انت هاتي عندك اي سيرم، او ممكن حتى تستخدمي عادي سيرم عاديه حتى للوجه تكون فيها فيتامينز مثلا. هو اصلا في سيرمز للشعر للجذور الشعر، هي دي افضل حاجه. برضو هتلاقوها على اي هيرب عادي، كود الخصم اللي حاطاه لكم. وانتوا بس شوفوا ايه اكتر منتجات، يعني انا حاولت اطلع لكم كام منتج برضو احطه لكم، بس هو عادي يعني مش لازم منتج معين. شايفين دي؟ انا هوريكم بس. بصوا الست دي، بصوا الست دي، ده هتخيل ان دي راسك، تمام؟ هتخيل ان دي راسك، هتبداي تعملي ايه؟ فروه راسك كده، اوكي؟ هنبدا نعمل بالديرما رولر كده ونمشيها، وكده ونمشيها، وكده ونمشيها، وكده ونمشيها، والعكس، وتحطي السيرم، فاهمين الفكره؟ وتمشيها 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 وهكذا مره في الاسبوع بس. هتقولي انهي قطر؟ اللي هو نص ملي، نص ملي مش اقل، نص ملي مش اقل ومش اكتر. اكتر هيقلمك قوي، اقل مش تاثيره مش هيبقى عميق. بتعملي زي مساجنج، بتلفي الديرما رولر كده على فروه راسك فوق وتحت، تقلبي راسك وتعملي نفس الفكره فوق وتحت وهكذا مره واحده في الاسبوع، وبتستخدمي السيرم بعدها اللي هو بتاع التساقط. انتوا مش متخيلين، انت بتعملي زي تنشيط للدوره الدمويه عند بصيلات الشعر مع الحاجات اللي انا قلتها لك في الاول. انت بتعملي تكثيف عجيب، تغذيه داخليه وخارجيه، بتقللي اسباب التساقط زي الكمكمه، زي لم الشعر غلط، زي وجود رطوبه في الشعر، زي وجود قشره على الشعر تسبب التساقط. بتزودي الغذاء الداخلي وبتزودي فلو الدم او ضغط الدم عند فروه الراس. طبعا في حاجات كتير ممكن تكون من افضل السيرمز، زي مثلا مينوكسيديل، بس دي في الحالات اللي هي يعني ان في فراغات قويه قوي في الشعر ولازم تبدايه وتبطليه بشكل تدريجي. اي فيتامين بتاخديه سواء بتحطيه موضعي او بتاخديه بشكل اورلي يعني بشكل من الفم، لازم لما تيجي تبطليه ما تبطليهوش مره واحده،
يعني تبداي يوم ويوم، يومين ويوم، يومين ويوم ويوم، بعد كده تقومي موقفاه. فكره ان الواحد كان واحد بياكل كويس جدا وفجاه يوقف ويقول لك شعري كله وقع تاني لما بطلت فيتامين الشعر، ما طبيعي. واحده ما بتاكلش كويس بطلت الفيتامين شعرها هيقع، هنعمل ايه؟ فانت يا بتبطليه بشكل بطيء وبتعودي بغذاء طبيعي، يا بتبطليه اسبوع اسبوعين بتعملي زي كليننج للجسم وبترجعي تاخدي الفيتامينات تاني. في عادي جدا انك تعيشي طول عمرك على فيتامينات، مش حاجه خطر، مش حاجه غلط، لان انت اصلا تغذيتك غلط. فهنعمل ايه؟ فاحنا بنشوف حل عميق. هنعمل المساجنج ده زي ما قلنا مره في الاسبوع بالديرما رولر اي نوع. انا برضو هحط لكم نوع من اي هيرب للناس اللي عايزين يشتروا من اي هيرب، للناس تانية ممكن يستخدموا حاجات تانية. وانا عايزه اقول لكم اصلا ان الديرما رولر المجموعه اللي معايا دي والله نفسي اعمل لكم بيها حلقه، قولوا لي تحت في التعليقات لو عايزين، ان دي مش بس تستخدم للشعر، دي تستخدم للجسم، لبعض المناطق، للوجه. فهل حابين حلقه كامله نتكلم تاني عن الديرما رولر بطريقه مختلفه؟ بس انا معرفش الحلقه دي ما بتجيبش فيوز، فاكتبوا لي تحت في التعليقات، وطبعا اللايكس للحلقه دي وشجعوني بحيث ان انا ارجع تاني اعمل لكم حلقات ليها علاقه بالبشره. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، واشوفكم على خير.